يا بنت لا ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو اهو يا بنت اهي ايوه المفتاح ايه ده؟ اسمع طالع انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ سد انتوا ولاد حلال انت والمصحف ولاد حلال لان هو لسه واخد الدواء بتاع الاستاذ دلوقتي وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز بس تكونوا انتوا جيتوا يعني اها مش كده يا بنت انا شفته والله لا بركه اتفضل اتفضل مين اه قاعد هنا يا ماما يعني هناخد الكنز يعني هتاخده هتاخده خش 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 ربنا يخليك يلا يا حبيبي يلا قول بقى اهو هيصحى دلوقتي يلا يا بنت يلا يا زوج يلا يا لمبة بس عايزين يا ولاد يا عم حاسب يا عم ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا لهوي يا حبيبي يا ابويا انا ماليش غيره معلش معلش هنشوف له حل هيفوق دلوقتي طب انا محتار دلوقتي بين جوزي وابويا جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده لا مؤاخذة يابا يلا معلش يا جدعان يلا هاي محدش هيجيبه غيره هات الليلة بص بقى دلوقتي انا غصب عني لازم اسيبك وامشي في ديانه ورايا وانا هتسيبني يا لمبي ما ينفعش الديانه ورايا هقابلك اكيد هقابلك هترجع والله هرجع هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك بص البند احتمال الاقيك انت وراه خلي بالك من نفسك يا نوع ايه الكلام الغريب ده يا لمبي يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنيل وقع فيه كنت فين يا لمبي تيخه حبيبي انا رجعت يا عبد الله على السلامة الله يسلمك يا تيخة ايه ده يا ابني فرح مين ده يا وده وقت يا لمبي وقت هزار يا جدع ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع لا والنبي ده فرح انا ايوه I'm
علي هات يا علي نرقد والكل يبيد يا ام رضا هات الرضا يا ام علا هات علا تفقس وتجيب كتاكيت حل الندى بلدنا السيدة. صباح الخير يا بسبوسة. صباحية مباركة يا جزيد. شفتي مش انا قلت لك انا؟ عمل ايه؟ قال قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده هو انا كنت شهر؟ اه؟ لو ده ورجعت ايد ورا وايد قدام واهل الحته قالوا انك لقيت الكنز وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز لا ده كنز ولا كنز. اه كنت فين يا لم؟ ايه يا بيت الله يا ساتر انت ما بتنورش فيك حاجه ابدا افتكر لي حاجه من ساعتين. الله لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بيتي لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شويه اهو ببص كده قلت ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش كنز. رحت ماشي تاني فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فضيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده. رحت ضرب المفتاح فتح ما عايز ضيع ما انا عطشان انا حنك ماشي. طب انا عايز اقول لك طب بوس ميه ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بانه ايه؟ يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الايوبي؟ لا لا الوديعة دي الوديعة دي شبيك شبيك ساسات ساسات أحب أمي بعد الحاجات زي كما واحد بس هم مش كانوا تلاتة أي عفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك تلاتة أنت ليه واحدة؟ هو ترى واحد بس يا مطلوب وخلص يا أخبار. لا طب على إيه؟ الوش ده لازم يتطبق وتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا حبار تبطل في الميه يا واد ما ما لا حقيقة الريد اللي قرني قالوا ايه؟ قالوا الزابط ابنه بيبقى ظابط والدكتور ابنه بيبقى دكتور. انتوا بقى تقدروا تقولوا لي بقى ولادكوا هيبقوا ايه؟ ما حد بيرد عليا يعني اقول لكم انا ولادكوا هيطلعوا زيكم ويبقوا في مكان زي ده زيكم وهيطلعوا يقتلوا ابن الظابط ويسرقوا ابن الدكتور. خلي بالك من نفسك يا بنت الدويه حاسبين بها حد واللي هيتاخد منك وانت صغيره مش هتعرفوا تجيبيه تاني وانت كبيره.
ايه رايك يا مدة شوية تكونوا مصدقين نفسكم ان انتوا براعة؟ لا، كل واحدة عارفة نفسها وعارفة اللي عملته، وكل واحد فينا عارف الواحدة دي اللي تجرس في البنجو واللي هربت مش عارف ابصر ايه في ابصر ايه، يعني كل واحدة سايدة ملوتها على دماغها. اما تخرجوا من هنا بقي فجد وبرجير اشرف لك، بس ما جيت هنا تاني. اوعي تيجي المكان زي ده خالص، اوعي. اداني بظل راجل ولا ظل حيطة، بس ما جيش المكان زي ده تاني. خلي بالكم من نفسكم يا ابناء، ودايما ما حد يعمل في نفسه تاني كده. خلاص انا بقيت وحشوني، وخصوصا الواد صلاح ده. اتفضل معايا. ايه يا فندم؟ في ايه؟ في ايه يا حاج الزب؟ ايه نصاب وسارق فلوس الغلابه هاني؟ الكلام ده سيء يا شعبان؟ ابدا يا جيجي يا حبيبتي، والله انا طول عمري ماشي بالقانون يا حضره الضابط. اتفضل معايا وبلاش شوشره. في يا بوبي؟ اتفضل معايا. وانا على ثقه يا سياده القاضي، بل واثق، بل اقف على الحقيقه نفسها، من ان الاوراق التي امامكم وما تحويه من معلومات قيمه قام بجمعها محام قادر على ان يفرض نفسه في الساحه القانونيه باكملها. سيد القاضي، انا ما كنتش بنام حضرتك، ما كنتش بنام. الاسود اللي تحت عيني ده معلومات بجمعها سيد القاضي عشان يبقى امامكم معلومات قيمه. قدر بلا ادنى شك براءة موكلتي مما منسوب إليها من تهم سيد القاضي. أيوة. وتبين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والإثباتات القانعة أن المدعو شعبان حافظ مبروك هو المجرم الحقيقي. أيوة. سيد القاضي، أنا كده خلصت مرافعتي، وأعتقد أن أنا عملت مرافعة تقيلة قوي. سوري. اتفضل يا استاذ. بس انا قفلت القضيه، قفلت القضيه. اتفضل يا استاذ، اتفضل. النيابه عندها اي اضافه؟ سياده القاضي، حضرات المستشارين، لقد رات النيابه بعد الاطلاع على المستجدات في مستندات القضيه، وبعد سماع اعتراف كل من شعبان حافظ مبروك وسمير مصطفى مدبولي وشهادة ليلى أمين البرعي، فقد استقر في يقين النيابة أن المدعوة أطاطا عطعوط الزو قد تم التغرير بها فعلا، وأن فعل القضية لم يكن أبدا صادرا عنها. سكوت. بس انت رز، وانا ممكن اقول حاجه قبل ما تصدر حكمك عليا؟ عايزه تقولي ايه يا ست قطاطة؟ انا واحده ست زي اي ست، سهر كتير وراح كتير وجات كتير، عاشت حياتها بالطول والعمر. ايه ده؟ ايه يا استاذ ده؟ مالها دي؟ معلش يا سيادة القاضي، يعني سيدة كبيرة في السن، تلاقيها كانت مطبقة نامت شوية يعني. سيبوني بقى من دلوقتي. بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 3456 لسنة 2014، وبعد قراءة اعترافات المتهمين التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، قررت المحكمة بمعاقبة كل من شعبان حافظ مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة سمير مصطفى مدبولي بالسجن لمدة عام مع مصادرة جميع ممتلكاتهم، وبراءة المتهمة أطاطا عطوط الزو من التهمة المنسوبة إليها. رفعة الكنز. Thank you.
ودي سابوني عطية. نعم يا عطية. الجمالية اللي جابه الشانزليزيه. ودي بطانية الحريري اللي كانت بتقطع وشنا. كفارة يا قطاطة، مش عايزين نشوفك هنا تاني. ولا أنا عايز أشوفك يا أختي. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام، بالسلامة يا حبيبتي. الله الله يبارك لك يا رب. ولا مكير؟ أيوه يا أم، أنا وراك أهو. مكير؟ أنا معاك أهو، أنا أهو، أنا أهو، أنا أهو، 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 تعالي ده الحتة دي، تعالي يا أم عشان نمشي. أم قطاطة. أيوه. بقولك إيه؟ أيوه. كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز نسيت. انت ايه مالك ايه؟ هو احنا كده خلاص سلمنا على كل اللي في السجن كل الناس؟ يا سواد ده انت سلمت على كل الدنيا، ده انت سلمت على الحيطان بالمسلح اللي فيه. هي بس في واحد ما سلمش عليا يا عمر. مين؟ في عباس بتاعه. ايوه عباس باشي فتلك العربيه وقال لي وصل ام قطط الحته اللي عايزاها، انت عايز تروح فين؟ اروح؟ ايوه يا ولد؟ ايوه كده ضحكوا عليا كده خشوا عليا بالحجر والبنجل. انا مش ليا حاجات مع بالفيلا هناك. ليك ليك ايه؟ ليه فساتين بتاعه الجهاز بتاعي. يا سواد الفساتين ايه اما قططه بقى؟ ايوه ده بدا فستان الدخل هناك. فستان الدخل ده شكله ايه ده؟ شكله ده في لون فرنكي. لون فرنكي؟ فرنكي ايوه. ده ازاي ده؟ فرنكي فوق الركبه. تعال هنروح نجيبه يلا 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 اركب. هتقعد اسوق. خد. هتروح انا المرة دي. سوق. ماشي؟ اللي انت عايزاه. هي ايه الزقطة اللي في ايدك دي؟ لا دي الجزمة بتاعتك دي. انما ما نعرف عنها حاجة. يا لهوي. ايه ده؟ ولا نرميها؟ اللي انت عايزاه. يلا. يلا. ايه ده الدركسيون السرعة؟ لا لا ما تقلقيش، انا في واحد قدام شايله، هات المفتاح بقى. طب بص روح انت بقى. يلا. يلا اطلع. يلا اتكل على الله. خلي بالك. ما هي معاك. اهو يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده مكير. ايوه انا اهو. يا مكير. انا جوه العربية معاك اهو. يا واد رايح فين يا مكير؟ يا مكير. يا بنتي هذه الجنبية دي وديها بعد بالبوقة. حوض. واللي هناك أخرى. مربوط السرة كويس. أيوة مين. أدخل. زينبي. هتزيدوك البنات. سمع. أنا جاي أسلم عليك يا قطعيتو. يا حبيبي يا غدرة. أنا عارف إن الفراق صعب. بس اسمع. اوعى تضعف وتمشي وتسكر بقى وتمشي ورا شهواتك عشان تنساني. انت بتقول ايه يا قطايط؟ بهزر معاك يا ولد، بهزر معاك. لازم تكون مفهوم انك في اللحظه اللي ظهرت فيها في حياتنا خلتني انا شخصيا احس بالحياه. انا اتعلمت منك درس سهل وبسيط ما شفتوش ولا عرفته في أي كتاب من الكتب اللي أنا قريتها، إن أسمى غاية في حياة الإنسان إنه يخلي اللي حواليه مبسوطين. يقول بلا محلي فؤاد يا أبوزة. أبوزة. مع السلامة يا حبيبي. تكلمي بالخير. ما؟ مع ألف سلامة. اللي ممكن بقى اعرف انت بتهيأتي ليه؟ تعالي يا قطاطة اوريكي حاجة. تعالي بقى. ده جميل الست الوحشة دي. دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل هنا عشان افضل فاكراكي. انت هتزعلي؟ ما تبصيلي انا وانت بتكلميني. تعالي ايه يا بنت انت عامل ايه؟ اما اكلمك تقف تكلميني هنا. حاضر. دي بتعيط لي دلوقتي. انا عندي برد. بتكذب اهو انا شايفاكي عبيطة. بدل ما تفرحلي بالبراءة افرحلي بالبراءة. انا اكتر واحدة في الدنيا دي فرحانة لكم من قلبي والله. بتعيط لي دلوقتي عشان اتعودت عليكي خلاص. اتعودت على كلامك، اتعودت على نصايحك ليا وحنيتك عليا.
طيب قوي يا طاطا، والله العظيم انت عوضتيني الحرمان اللي انا اتحرمته من ماما الله يرحمها. مش عايزاني ازعل يعني وانت ماشيه؟ عارفه يا بنت، عارفه لو الزمن يرجع بيا شويه كنت اخطف ابوكي من امك واتجوزه واخلفك عشان تبقي بنتي. هتوحشيني يا طاطا وهيوحشني حواديتك. حزتك هذا حدوتك عزاتك؟ إذا حدوتك أوعي أوعي تخلي حد يغير في حدوتك أبد. فهمت حاضر I got it. ما؟ يعني فهمت. طب أنت مش عايزة أعمل لك أي حاجة دلوقتي؟ أيوة عايزة. عايزة إيه؟ بطاطس. بطاطس؟ أيوة كرهتيني في البطاطس. بموت عنك. فضربت من نفسي. حاضر. اوعي 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 خلاص. يلا يا طاطا. ايوه. يلا بقى خلصينا. حاضر. بس بقى يا بنت ما تعيطيش بقى. خلاص مش هعيط. لا خلينا حاجة. لا ما تعيطيش تحت. ما تحكيش عليا وتقولي لي ده زكام وكده. لا خلاص. عباس بيه سترتني وبرقتني برافو يا شيخ اللي يبعد عندك الوحش الميز دي خلي بالك منها عارف ليه؟ عشان هي ما عندهاش أم هتحكي بمين أسرارها دلوقتي بغيرك خليك انت سرها يا حبيبي ها خليك امها وابوها وجدها وصاحبها صاحبها عطيه زي الفل بس يا حبيبي احنا بنشتغل عشان نعيش مش بنعيش عشان نشتغل خلينا شويه من وقتك يا حبيبي ربنا يرضي ويستر عرضك شوف اليوم خير بنت عواطف يا خدام ايوه يكن بوغا بسالك ده المره بس قلبك ابيض يا ست بطاطا بتدري يا بطاطا انا هنا ضربة الدم اهو زغطت البط لا لسه ما زغطتش البط يا ست بطاطا ومين اللي بيتكلم فيكم انا سليمان الطباخ اللي بتكلم يا ست بطاطا طب يلا روح زغط البط وافطر معاه من بره حاضر يلا حاضر يلا ايه ايه ظبط ايدك هتحرق اللحم انت هتعمل لي فيها دكتور في دي كمان احترم نفسك يا عباس احترم نفسك يا اسماعيل اللي حطك على الجريلا عباس اسماعيل عباس وبعدين ولا ام بوسه كسر دماغه الاثنين ما هو اللي بي بس بقى خلاص اتاتا ها ايه رايك؟ ليلى ايه رسمتها وحشه؟ هي البويه وقعت على اللوحه ولا ايه؟ لا انا رسمتها كده رسمتيها زي دي ما ترفصي وانت بايديكي كده؟ حرام عليكي يا اتاتا يعني وحشه بس بقى ايه دي؟ العاصف العاصفة؟ ايوه يلا اي حاجة في الواحدة وخلاص ايش مريم كتير ايوه يا ام عطاطا بواد السبسة كانت تدفق وانا قاعدة الله مؤاخذة يا ام تعالى كده كانت ضربة الدم النقالة اللي تنقلك من هنا لهنا ما تعرف الدرفين اهبين بنت عواطف انت بنت عواطف سبحان الله عواطف ايه حنيتي يا بنت حنيتي وحشك الاسم القديم يا خدامة يا بنت يا خدامة قومي يلا انا هنا سيدة القصر سيدة القصر
خلاص يا قطاطة، انت ما بقيتش سيدة الكسر، بقيتي سيدة الكسر. يلا كسر حقك في بقك يجاك يراك. يلا بتدمش امي. يلا قطاطة. قولي يا جماعة قطاطة. ممكن رجليكي؟ ده انت ممكن اي حاجة، ممكن الجوسك كلها. لا انا عايزة رجليك. اي حاجة خديها يا حبيبتي، انا تحت عمرك، انت احلى حاجة في البيت ده. ميرسي يا قمر. البيت ده كله عايز ترش جاز كده. حبيبتي. والله في واحد واحد. حبيبتي يا قطقوطة. ايوه حبيبتي. هكتب عليها ممكن؟ تكتبي عليها؟ ايوه. طب مش تخطبيها الاول؟ لا هكتب لك للذكرى عشان تفتكريني. يا ريت تسيبي ايدي. تسلمي ايدك. يلا بقى يلا بقى اخرجوا بره بقى عشان خاطر هي تعبانه دلوقتي. حاضر. امرك يا هانم امرك. يلا يلا يا دكتور. انت جاي بكره؟ يلا يا دكتور. جاي بكره؟ هو اطرش ولا ايه؟ ها جاي بكره. انت فرحانة قوي؟ سلامتك يا امي. يا امي ده يا امي منك انت، انت ايه اللي معاك يا ولية انت لحد دلوقتي؟ انت مالك انت؟ اخرج ولا اقعد؟ يا ام كعب محني يا اللي دخلت علينا بالحنجر والمنجر. منجر؟ يا مايسة. انا مايسة؟ يا مايسة بتتميص على الرجالة. وحياة امك بوسي لو مسكتي بوسي بكعب الجزم ده هدربه على دماغك. يا بنت عباس. يا عباس. نعم. تعالي خرج البنت دي من هنا. تعالي يا عواطف. نعم؟ اخرجي يا عواطف. ماشي. اه ما انت ليكي حق تتسوقي عليهم. اه اخرجي. خدك ضربة الدم ما تيجي تحتيكي وتنططك في الارض. في الارض. انا هي سيدة القصر. ايوه. العطوطة بقى. هلا ايه؟ دلوقتي انت؟ الحمد لله يا قطاطة. الحمد لله. ميرسي. بقول لك ايه؟ هي ماما فين؟ لا ماما ايه؟ احنا نخش على الحدوتة على طول. يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! الست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتة! ايه؟ يا نهار مش فايت! لازم تداري على عارك يا عمدة! يوعى! لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت. مش العمدة اللي يلبس الخازوق ده، ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليلة. ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول واد الجربوع اللي اسمه لمبي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونقدمهم يا عمدة. انت هادي الواد. ايوه جنابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمدة. يسلم فمك يا عمدة. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدة. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوه بعرقي. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي. مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى. عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يا امه. يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا الهويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه
تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب، بالكعكه جايه في بعدها. اما دي كل حاجه مدروسه ومتخططه. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوة. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بيني وبينه انه قعد معايا وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف هو الراجل ده اصلا من بلوش. ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره ده، بدل بتقول له بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحميتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سيدي. أما الناس بتسوق الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وأنت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي، حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. تعالوا ادروا شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين. مالي مالهمش تالت. قول ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفني. يا هل بن شوي لقد حينت اللحظه، والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم قلت ويخدر يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. ايوه نستبزه. نستبزه ونستبزه. نستبزه مظبوط. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه. اختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه. هي بتبتدي بالاستبزاز، واخد بالك، وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه صحيح. اما الفكره حي ادي هنا يا سليبي. ايوه البلد محتاجالك. ايوه حاضر. خلص انا هحاول اهو. اديب ليا من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سليبي. ما خلصت بقى تبقى ترد قوي. الله يا هالد رشواي العتيقة. ايوه يا هالد رشواي الكئيبة. ايوه لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي مالوش قديم. ايوه مالوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي مالوش ماضي. ايوه مالوش حاضر. ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعدينا في بعض. ها انه انا انتم وانتم انا. تمام. من الحمار فينا بقى مش مهم. ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك. والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه مظبوط. ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه ولا للغني. ايوه والله الغني. ايوه يا رجاله يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله.
مبسوط تعال يا حاج الله شايفه الناس مبسوطه قد ايه؟ باينك الناس بتغرق يا سيلبي. ايه؟ بيغرق ولا ايه؟ لا والنبي ايه يا سيلبي؟ يا سيلبي يا سيلبي يا نهار اسود. معلش يا رجاله، كل ثوره وليها ضحاياها. الفتحه على اخواتكم، الفتحه. كفايه يا لبي. والان ايها البلد، الان الان حان موعد الموجه الثانيه من الثوره. اتفقنا يا فتحيه. أنا هنا يا عدي، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ ما فينش لبي؟ لا ده كان سفان، إنما ده بنت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار أسمح، بحبك أوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيب. ايوه زعيب، ايوه هاتف. طب اهتف ورايا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني ده اذا كان سليبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت 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 حكم العمدة. 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 إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي تدري اني بقالي 30 سنه عمدة دنشواي ابا عن جد، عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك؟ ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحل. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحه واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي. ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العينين ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبري ليه والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ ايه يا عمده؟ الواد اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا يكونش يصدق انه زعيم بصحيح؟ انت لازم تتصرف يا عمده. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي تفكيره؟ ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمده. طب افرضي انه وقع وما ماتش
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما هترميه من فوق الحصيره يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليكي، ده انت مره سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهيه. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمده، 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 يسكت يسكت حكم العمده. هيصه هيصه عندي عمدتنا، عندي عمدتنا. هيصه هيصه، انزل يا عمده، انزل يا عمده عشان تشوف الموجه الثانيه من الثوره. الناس ايه؟ الناس مشيت. مش عارفه يا سليم، بس ادي معاك. تعالى، ايه الناس اللي مشيت دي؟ ايه، فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول. ايه وفحلم بصل، بس وقرنين بصل بس. فاهم؟ جوعت جوعت يا سليم. بس جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع عيون امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرت. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخيت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب، انت السعيب بيهتف. يا ست مش هتنامي على عيني اللي جابوني هتفت بقى. خلاص ماشي ماشي يا سليبي، خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي ايوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمده، انا اعمى. اخرس يا كلب. لسه جدو جدو. انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت متطبل على الطبله؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشاره، اللمبي بيطبل على الطبله. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانه الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي؟ ايوه. أنا مبسوط قوي. أيوه. إنني فتحت قبل ما أموت. ده ونبي. وهقول لك على سر الكنز. قول. أيوه. بس مش هقوله لك هنا. أمال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة إزاي يعني فين؟ الشجرة الشرقية. عارفاها؟ أنت عارفة الشجرة الشرقية؟ أيوه. أيوه خلاص ماشي. الشجرة دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال ناكل برتقال. الله يرحمها الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. تحذف لي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حذفتني ببرتقالتين. أيوة. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجرة بقى. سد معايا فتحية. حاضر يا سليب. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد، يا خلق يا شهادة. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور ابري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا، النيكله والسحتوت، لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي، احنا نروح كليتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين؟ ايه يا سخان الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كليتني ونكتم على نفس؟ بيقول لك بيموت بيفرفر، هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك، خرعتني بالراحه مسرور.
انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك قرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مهلك يا جدي. ده مهلك يا جدي. انزل. انزل حطيت لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيليبي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي يا خايفي. بس بنت بس بنت العلامة بس العلامة العلامة بتاعت الكنز بس. أوه. ايه سليبي مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ما كدبتش يا سليبي. وصفة الكنز كبار. انتوا مالكم متأثرة قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش اسيب ابويا وابي ملهوبش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش يا سليبي. بشادي اللي بيع اهلي ادي بالبلد دي بلد ابويا وجدي ادي مصري. برافو حلو قوي. يلا بقى خلاص. روح يا سليبي. طب هروح عشان خاطر سليبي دي. روح يا سليبي. هدوه الليمبي الكاري. هدوه الليمبي ده. هيا عايزه هنا. بحياة امي لربيكي. هدوه الليمبي الكاري. بتحيا قطعت بقالك ساعة في الحمام بقى. افتحي. مين هو انا كل ما خبط تقوليلي مين؟ انا لميس. لميس؟ ايوه. خميس مين؟ خميس. ايوه اللي جابك ايه يا مال يا خميس في بيوت الناس المحترمة ده لوا يحبسك يا قطعت. انت بتشوفي ناس احنا ما نعرفش عنها اي حاجة. خميس مين؟ انا لميس. يا زهولي افتحي يا قطة. ايه الريحة دي؟ شديدة عبادة يا روحتي. والله؟ الريحة دي؟ بجزار. انتي بتشربي سجاير؟ انا عصر سجاير؟ انا عصر سجاير؟ امال ايه اللي على الارض ده؟ اسمعها ده بتاع واضر. عواطر؟ بتاع واضر بتيجي ترمي البلاستيك بتاع الزراده. كدابه. نوتي قطاطه. نوتي قطاطه؟ اه. انا قلت فين؟ يعني انت وحشه. انا والنبي وانا وحشه. بنتي بقول لك عواطر فين اللي بتعمل كده معاها؟ مفيش اكل ومفيش شرب تاني. لا انا عايز اكل. عايز تاكل ايه؟ انا عايز اكل بطاطس. بطاطس؟ بطاطس بحبها. طب اروح اشوف في بطاطس ولا لا؟ لازم اكلم وقولي بوات خميس نجيب بطاطس سجاير تاني؟ ايوه عشان عايز اشرب سجاير داخل المسابقه. طب بصي هنزل اشوف السجاير والبطاطس على ما انت تحضري لي حدوته. ما حضرتك حدوته في الحمام. ماشي ما انت كنت لسه في الحمام. انا هشرب سجاير بقى. ماشي؟ ماشي يا قطاطا. سجاير واحده بس. هي هبطلها. ماشي. بس اديني علبتين. ماشي. يدود
لومي 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 زي رز زي زي لومي لومي زي أصعب الرجل يا وديري طبعا يا أطاطا أطاطا افتحي بقى بليز أطاطا جدو 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 أيوة يا عواطف أيوة يا حبيبتي تعالى يا أيوة جدو الحق إيه؟ تعالى تعالى نعم أطاطا بقى لها نص ساعة مش قادرة تفتح الحمام يا نهار أسود إيه أطاطا اللي في دماغك ده مش هيحصل يا أطاطا افتح الباب أحسن لك انا هفتح الباب ها هفتح الباب اهو يا طاطا طب ما الباب مفتوح ماشي يا جدو بس ما اقدرش افتح افرض مثلا قاعد على التواليت طب خش انت عشان عيب امنا يلا طاطا طاطا يا نهار اسود جدك من بكره هيبقى شاويش البنت لسه صغيرة هتحبي لسه صغيرة عالمية يا قطاطة حرام عليك احنا قلبين عليك الدنيا اتخبطينا لا ما تخبيش يا موسى لان انا قمت في الترعة دي زمان كنت انا بغطس مني عند الترعة دي رح نازل عند بيتنا فتحت الكرانيل الراس نعم بيقلع نعم اعمل ايه؟ ايه ده بنزل الميه حلوه قوي النهارده مجنونه دي ولا ايه؟ جدو من فضلك ما تكلمهاش كده اتفضل خش جوه ايه ده انت معاك حد هنا يا لموسه؟ نعم انت بتستقبلي يا وليه انت ولا ايه؟ جدو من فضلك قلت لك ادخل جوه بقول لك ايه خليني امشي عشان انا عايز البس الميه قطعه واحده ما اعرفش البس قدام الصبيان صبيان حاضر 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 يا انسه شنطي اتفضل شنطي بزرع البنت لسه زواجره ايوه بس ما انا مش عارف امسك سيبني انت ما سبتك ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين الله يخليك يا لمبي 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 ما انا هنا اهو يا عم هريسه عارف فين ما مين اللي سحبك اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبه ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر تجيب له ايه نبوت العسكر نبوت العسكر لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي اهدي منها شويه اه ايه عاجبك كده عاجبك انا فعلا ايوه محتاج لواحد من نبوت العسكر نبوت العسكر تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي يا سلام هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح أنت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز أحد العسكر ولا إيه؟ أصلها كانت وحيدة على سبع بنات وحيدة؟ يا ست الرجل ده بيخرف ولا إيه؟ وحيدة على سبع بنات إزاي؟ لأنها ما كانتش حلوة أو زيهم أيوة فكانوا خايفين عليها من التلف من التلف ولا من الحسد اكيد خايفين من الحسد صح ايوه طب وسبعة تنين راحوا فين تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح يا سلام ايوه كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي يا عم شجره ايه ده بقى عرش موجود عندك عرش اهو قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي شجره وذكر بط ناش خرف يا عم هريسة ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ آه. ايوه هي تحدفني بنبوت ايوه وانا احدفها بنبوت سلام ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح هو ده الحب الحقيقي يا سلام يا عم محمد يا فؤاد لمبي ايوه لمبي لفني الفك فين في سجارة لفني ناحية العرش حاضر يا مملوك هضبة يا رجال المملوك هضبة هريسة ابو الليف في النزع الاخير واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بامره جرى يا رجالة
احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره ابو هندمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد غضبه ونفاجئ هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت هنهب فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد غضبه؟ الله، الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويتفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه صجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فيه، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي؟ يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجاله اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان، يا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي. لمبي هيا قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. لا ودني ايه؟ مكان الكنز. كنز؟ اه اهو. انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، بيقول لك ده كربات ده. فين هنا؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت أخرى، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا، سلموا تسلموا. تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهباً. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعاً خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. إين؟ لا استنى بس يا عم أنت،
استنى يا عم حماسه صور وخلاص. الله انت بتبوظ البيعه دي. ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقول لك الشعر حياكل وحيشرب وحيتنح بعد ما انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هتباع لك اي خروب من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيدهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك مش خاطر عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يا عم. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. يلا. اوف 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 بقى. وقف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا. يلا بينا ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه حاجة. يلا كده بس. يلا البنوتة. يلا خلاص. استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وتقومي بالعدل واسترجلي شوية في ال العرش، العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر، الصوت ده يحكم مدرسة ثانية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب راس هما. ها هو لمبي، ها لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك، انا بحبك والله. بص هحطك ده فوقك. يلا خلي بالك من نفسك. يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنه. يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه. ناس قاعده بتشيش. اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بينه وبين السيد زينب ساعه ونص بالدجون سبع راكب، واخد الكنز واقلع بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا حبيبي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يومين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج.
هو الواد ما فيش حد مانع عينه. ده انا اللي عامل فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. انت يعني انت اللي ناور فيهم يعني؟ يا ابني من هنا. ايه يا ديار؟ ايه يا ديار ديار؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لأنهم قالوا على سعادتك إنك أنت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبية هنا، بس إحنا لازم إيه؟ نعمل ثروة ونرجعه كلب. إيه الكلام ده يا رجالة؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجالة. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا نبو المصحف يا معلم سناره. انا ما شتمتش حد. هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيدة زينب. والله والله الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم. بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى اللي ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخي عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على كراكون يا رجالة. أمي ما عايزة إلا أنت بقى. يلا يا عصي. امشي قدامي يا ولد. امشي قدامي. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمل يا عم والنبي يا عم. انا مش زينب والمصحف، انا مش زينب زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي. الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله حد يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي. امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. انت خدت ولا جاي يا جدعان؟ مش كويس يا جدعان. يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام. أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام، احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا حاجة ما بعملش. ولا انت ما تغلس، امنع الكلام وإلا قسما بالله. أهو حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. بنظام احكوا لي. الولد هو اللي حرق مركبه بعسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي يا غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيده زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش منال والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا
مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله؟ لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب؟ فضيلي القاعة. شو الدم؟ يلا بره. باخد اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت. كما كنت. لا هو مش طب ولا لا. كما كنت ودخل. لا 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 حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعال اقعد. حاضر. استناك كتير. لا ولا 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 قوم. قوم. لا نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده ده احلى. ده في سفنك كتير. في سفنك احلى. صوت الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل تعمله وعلى باب الله. بدنا انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسين لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا؟ ما قلتلناش. الولد الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب ميات طازي، ما عندوش حاجة. اشتغل عليك. يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك. قريبه ولا بعيده يا جدع؟ رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمو. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب ابو بديعه. يا دوب يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الضر، بس هي كانت مستنقرة الظهر في الشخصية هناك عندهم في البلد من كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعجنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسلير والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت لحنا، ناخد الكلمة دي منك أنت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده أنت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليك.
فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربك يكرمك يا حماد العلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك.